بعث صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى عيد الجمهوريه اعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه تونس الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة الى اخيه معالي السيد هشام لمشيشي رئيس الحكومة التونسية